أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول البربهاري رحمه الله: وقف عند متشابهه ولا تقس شيئا؟ لا تقس شيئا، لا تقل تقس بعقلك، قياس العقلي، لا تقس هذه المتشابهات بعقلك وتفسرها بعقلك. المتشابهات تفسر بالمحكمات، القرآن يفسر بعضه بعضا، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، فأنت لا تفسر من عندك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.